اهلا بيك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقات قناتنا قناة عصافير الزينة. النهاردة عايزين نتكلم عن فطام فروخ البادجي وفروخ الفلل. في الحقيقة ان بعد وضع الانثى للبيض بترقد على البيض مدة 17 يوم، بتبدأ الفروخ تخرج في البياضة للحياة. تبدأ الاب والام باطعام الفروخ مدة 5 اسابيع او 35 يوم، بعدهم بيطردوا الفروخ إلى أرضية القفص لأن الأم بتكون بحاجة إلى عمل عش جديد. بيبدأ الأطفال يعتادوا الاعتماد على نفسهم في الطعام، أو زي ما أنت شايف في الفيديو الأب والأم بيتولوا إطعامهم كام يوم إضافي إلى أن تشعر الأم بحاجتها لعمل عش، هتبدأ تعتدي على الصغار. ومن هنا بيكون من الأفضل عزل الفروخ الصغار إلى قفص مستقل تجنبا لتوحش أو افتراس الأم. الفترة دي بنقدم طعام طري بيكون أفضل للفروخ، زي البيض بالبقسماط، زي الجزر المبشور، زي البنجر المبشور، لأن بيكون مفيد جدا في إطعام الفروخ في الفترة دي. ونبدأ نعزلهم في قفص مستقل. إن عجبك الفيديو اعمل شير واعمل اشتراك للقناة. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات. إلى اللقاء في فيديو آخر، تقبلوا مني كل تحية.